الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الله أنا داري أعرف يعني قلت علي الأمر بين منتدى السلفي وجماعة أنصار السنة يعني إنه في مشكلة كبيرة يعني الدخول يعني واحد داري يلتزم بالسنة يعني كلامكم وكلام أنصار السنة قريبات ما في أي بس إنه جماعة منتدى السلف ديل وقعوا في أخطاء وإنه جماعة أنصار السنة وقعوا في أخطاء وأنا بتمنى إنه يرجع الصالح بيناتهم إنه يكون منهج واحد لأنه كتاب واحد والسنة واحد لأنه ما في فرق كبير بين منتدى السلفي وجماعة أنصار السنة بس في أخطاء واحد يعني إنه يقول محمد مزمل فقيري وقع في أخطاء وبعض الشباب ومحمد مصطفى وقع في أخطاء لكن المنهج ما بقي شديد في أخطاء إنه اختلف في حياة بسيطة بس يعني إنه بتمنى إنه يرجع الصالح بيناتهم يعني هنديك إن شاء الله. طيب الأخ ده بيتمنى والله أمنيات كثيرة جدا وقال أتمنى إنه نرجع تاني ونتمنى هذا أنا بنتمنى والله نتمنى إنه الناس كلها تتوب وترجع إلى الله عز وجل والناس كلها نتمنى حالها ينصلح ونتمنى إنه الناس تمشي في الدين الإسلامي صحيح نتمنى إنه القبب دي تزال من قلوب الناس أول حاجة ونتمنى إنه العيش يبقى رخيص بل يبقى مجان نتمنى إنه البنزين يجيبوه في البيت وصلوا الماسورة نتمنى أمنيات كثيرة جدا جدا الشغلة دي ما أمنيات يا شيخ الشغلة دي دين ومنهج نزل من السماء نزل 23 سنة جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منهج دين ما في مجاملة ربنا سبحانه وتعالى قال أفبهذا الحديث أنتم متهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ربنا سبحانه وتعالى قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون لما جاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يا أخي نعبد إلهك سنة نعبد الله بس سنة كاملة الله نقوم من الوطاء يا الله أنجدنا يا الله مدد يا الله أفزعنا يا الله وإنت تعبد معانا آلهتنا السنة الجاية كاملة ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن سورة كاملة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد كرر لهم مرتين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فده الدين يا شيخ ونحن لما فارقنا النازل لخبطوا الدين والمصيبة إنه عارفين إنهم غلطانين لأنه شيوخهم ذاتهم كان بيعلمونا إنه الكلام ده غلط جو عملوا الغلط هم فديل ما جهال ولا يعذر بجهل عرفته ولا يقام عليهم حجة في تبديعهم شيوخهم ديل ومشايخهم ديل ثم الألباني قال الود القبيل قال علم وما علم وناخذ من منو الألباني راجع الألباني عالم ولا ما عالم الألباني إمام العلماء قالوا لا ابن باز قال لا أعلم تحت أديم السماء الرجل أعلم بحديث رسول الله من الشيخ الألباني لا أعلم قال تحت أديم السماء الألباني قال شنو أنا ده ما كلامنا ذو البحر ده كلام العلماء أئمة الدنيا في العصر ده الألباني قال عن أنصار السنة في السودان بس دي بتكفيك عشان تاني ما ترجعونا ورا نهاية ولا دارين كلام عنهم تاني الألباني قال لن تجد فيهم عالما واحدا حصا شغل لك سلسلة الهدى والنور قال لن تجد فيهم عالما شنو واحدا انتهى ده ما نحن ديل ما نحن ده الشيخ الألباني إمام الدنيا في الحديث النبوي أرجع لسلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني ثم المنتدى السلفي ما المنتدى السلفي قال جماعة المنتدى السلفي نحن ما جماعة اسم المنتدى السلفي أبدا ما اسمنا المنتدى خلاص المنتدى ده المنبر يا ناس والمنتدى في اللغة هو من يندى الناس حوله ثم يعودون إليه موجود في اللغة الكلمة دي كلمة منتدى راجع كتب اللغة العربية من سنة تريس راجع تلقاها مجللة منتدى ده هو المكان الذي يندى الناس حوله يعني يمشوا ويجوا راجعين له ويلفوا ويجوا راجعين المكان اللي بيجتمعوا فيه ده اسمه منتدى عرفته السلف ده المنهج ما حزب ولا جماعة السلف هم الصحابة والتابعين وتابع التابعين النبي عليه الصلاة والسلام
قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال النبي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أفضل البشر أفضل الناس في الدين في كل شيء قال الصحابة صحابتي ديل والبعدهم التابعين وبعدهم تابع التابعين ديل السلف الصالح. فنحن ما أقول سلفيين يعني بناخذ المنهج من أولئك مش كمان زي ما بيجي بقول لك الشيوعيين والعلمانيين قول لك أنتم سلفيين يعني تاني إذا ترجعون أنا أركب الحمار لا حمار يركب فيك أنت يا شيوع يا مرضان تشيله فوق ظهرك تمشي بالسوق العربي عرفته ما قصدنا كده يا ناس. نحن قصدنا في الدين في الإسلام في القرآن ما تفهم القرآن إلا بفهم ديل ما تفهم السنة إلا بفهم ديل لكن تركب حمار تركب طحنية تركب طيارة بطريقتك تأكل برجر تأكل باستا تأكل زغني تأكل أي شيء حلال الله حلاله بطريقتك ده ما في الدنيا يا ناس. سلفيين يعني في فهم الدين في فهم الكتاب والسنة عشان ما يغشك برضه شيوعي مفلفل راسه وعامل سيستي مرتين يجي يقول لك اسمع يعني سلفيين يعني نجي نركب الجمل تاني هسا نحن جينا بجمل هنا هسا جينا بجمل. في ناس من اخواننا عندهم 2019 وفي ناس راكبين خا 11 كداري ماشيين في النهاية كلهم سلفيين يعني زي المجتمع ده فيكم انتوا ديل الطلبة ذاتكم فيكم الزول الغنيان فيكم الزول شنو الفقير نحن ناس زيكم زيكم تب مرة بكسرة لو في بناكلها بموين الأخبتة مرة بكده مرة دانا قروش مرة عزمونا باسطة غيره بناكل ما في حاجة عرفتها زيكم نحن ما بيجي زيكم. وفي واحدين من أخواننا سنة الشباب ديل بيلعبوا كورة كمان أنا كنت بلعب معهم لكن الأسبوع فات خليت اعتزلت الملاعب بيلعبوا كورة عرفتها بيلعبوا شاب ده والله يقلب باكورت حاجة كده عجيبة جدا لما ندعي نظنه كسر لك راو. طيب فنحن ناس طبيعيين يا ناس ما 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 يستخفوك الناس. وبعدين نحن ما حزب ما اسمنا المنتدى السلفي الواد اللي بيكتب الكلام ده تاني ما تكتب فوق ذاته المنتدى السلفي بعنوان اكتب بس منبر في الحتة دي بس نشوف حيسمونا الحتة دي ولا يسمونا كيف.